جمهور مش مصدق ان دي الفنانة غادة عبد الرازق، وبيسأل هي ليه شكلها بقى عامل كده. وده اللي هنعرفه في الفيديو ده، ايه اللي غير شكل الفنانة غادة عبد الرازق بالطريقة دي. انا محمد ابراهيم ودي قناتي، لو اول مرة تشوف القناة اتمنى انك تشترك فيها دلوقتي حالا وتفعل زر التنبيهات علشان يوصلك كل جديد. ظهرت الفنانة غادة عبد الرازق على حسابها على الانستجرام بصور وفيديوهات مغيرة شكلها تماما، وحرفيا اغلب الناس مش مصدق ان دي الفنانة غادة عبد الرازق، لان شكلها باين جدا في الصور ان هي خست قوي وملامحها متغيرة تماما. وبدأ الناس تكتب لها هل انت الفنانة فعلا غادة عبد الرازق ولا ايه بالظبط، ولحد دلوقتي الناس مش مصدقة ان دي الفنانة غادة عبد الرازق. السؤال هنا اللي بدأت الناس تسأله، هل الفنانة غادة عبد الرازق عاملة رجيم علشان كده خست بالطريقة دي، او هي تعبانة، او هي عندها مشاكل؟ لحد دلوقتي مفيش معلومات مؤكدة، لكن بنسبة كبيرة هي اللي قصدها تعمل في شكلها كده. شكرا لكم متابعين القناة، اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى انك تشتركوا في القناة دلوقتي حالا وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصلكم كل جديد.